ودي خطوة المايكرو اتشنج للبلاستيك، ودي أول خطوة بتتم طبعا للمشغولات البلاستيكية قبل ما نطليها، ودي أهم خطوة موجودة لأن كل نوع من البلاستيك له عملية مايكرو اتشنج خاصة بيه، مش كل الأنواع ليها خطوة واحدة. مايكرو اتشنج لازم نقيس درجة الحرارة طبعا، ترمومتر لازم تكون عند درجة معينة وثابتة لزمن معين علشان تتم عملية المايكرو اتشنج بطريقة سليمة. هنا المايكرو اتشنج العملية تمت كاملة طبعا. دي وشوش كهرباء، أجزاء الوشوش بتاعت الكهرباء زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بتاخد مايكرو اتشنج للزمن بتاعها. ودي أول خطوة في العملية، عملية طلع البلاستيك. المرحلة الثانية في عملية طلع البلاستيك وهي عملية الايه، عملية السنسيتايزينج او عملية التنشيط، ودي تعتبر تاني خطوة في من خطوات عملية طلع البلاستيك زي ما احنا شايفين السطح بالشكل ده. طبعا لا درجة حرارة معينة وزمن معين علشان اقدر اعمل. حتى نلاحظ كمان ان جدار الاناء خد نحاس كمان اهو بيلمع، جدار النحاس طبعا عشان الحاجات اللي بتقع، جدار النحاس حتى كمان خد طلع بدون كهرباء نحاس من الداخل. بيلمع الجدار ازاي؟ الجدار خد نحاس بدون كهرباء. طبعا سمعنا الصوت.